هو علي صوته انا كل نصار ايوه حاجه تسعد ان انا اتلقى منك ورقه بكل النظام متشكر على هذه الورقه انا هوصلها لو تسمح تعالي صوت حضرتك انا مش سامع هو مبسوط انه يبقى في شباب شايف شباب محترمه وواقفه في الطالب بحقوقها احنا مش سامعين ايه بس انتوا عملتونا وحش انا عملت كده معلش كل المصريين اتعاملوا وحش في كل السفارات في العالم لو سمحت وكل القنصليات مين كل واحد فينا انت بتقولي في العالم ايوه انا جيت هنا جيت هنا واتبهدلت عشان اطلع باسبور لغايه جدد الباسبور بتاعي تعالي بكره وتعالي بكره بعده وهشحلك على حاجات صغيره شخصيه دلوقتي مش عايزين نعمل مواقف شخصيه مش مواقف شخصيه احنا شغالين يا جماعه ممكن الصوت يا جماعه لا صوت يوري الصوت انت الصوت يوري الصوت استنى يا جماعه استنى ما اتكلم عايزين نبقى متحضرين يا جماعه بس يا فندم يا فندم بعد اذن حضرتك عاوزين نعرف راي السفاره يا مصريه هنا في الدنيا يا جدعان يا جدعان بعد اذن حضرتك سياده القنصل يا سياده القنصل عاوزين نعرف راي القنصليه المصريه في المصريين اللي بيموتوا في مصر عاوزين نعرف راي سيادتك في المصريين اللي بيموتوا في مصر ايوه كده عاوزين نعرف راي القنصليه في المصريين اللي بيموتوا في مصر سياده القنصل بعد اذن حضرتك راي حضرتك في المصريين اللي قاعدين بيموتوا في مصر دلوقتي اسقاط النظام الشعب يريد اسقاط النظام الشعب يريد اسقاط النظام الشعب يريد